أهلا بكم في مشهد وصف بأنه أقرب إلى سكتش من سكتشات رمضان الرديئة، تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمها الفيسبوك في الجزائر اليوم لمنع تكرار عملية تسريب أسئلة امتحان البكالوريا الذي يتعين على نصف التلاميذ تقريبا أي أكثر من نصف مليون تلميذ خوضه مجددا بدءا من اليوم. وفيما الجيش الجزائري بشكل خاص بتعليقات ساخرة من الجزائريين الذين تمكنوا بسهولة من الالتفاف على الحجب واستعمال الفيسبوك، فقد تساءل كثيرون بجدية عن واقع ومستقبل بلدهم مع فشل السلطة في كم من امتحان، وآخره امتحان البكالوريا الذي استعانت فيه بالجيش للإشراف على إعادة منع تسريب أسئلته. يأتي ذلك وسط تواصل الأسئلة حول دور وموقع الجيش من القرار في البلاد. يتدخل بجنوده وعتاده من سيارات وآليات ومروحيات للإشراف على امتحانات البكالوريا التي تقرر إعادتها بسبب فضيحة التسريبات. أكثر من نصف مليون طالب يخوضون مجددا هذا الامتحان المصيري في ظروف نفسية غير مساعدة بسبب ما سببته التسريبات من صدمة. حاضر. عندنا الضغط تاع خفنا يعاودوا يتسربوا، الضغط كيفاش نحتوي هاد ابنائنا نفسيا، والضغط الثالث هو النوم. ما رقدناش، خفنا نجو، حنا 6:30 كنا هنا، خفنا نجو متاخرين. ويجمع مراقبون على ان التدابير الجديده للامتحان المعاد لشهاده البكالوريا ستؤثر حتما على نفسيه هؤلاء الطلاب بسبب ترافق ذلك مع اجراءات جديده نقلها الاعلام والرسميون معا، وصورت امتحان الشهاده الثانويه على انه اجتياز لمعركه او لحرب. وشهدت عملية نقل أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا حراسة أمنية مشددة من عناصر الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، وتم تحويل المواضيع إلى مطار بوفريك العسكري وتنظيم رحلات جوية عبر طائرات ومروحيات عسكرية إلى كل الولايات في الشرق والغرب. تدخل الجيش في تنظيم امتحانات لوزارة مدنية فتح جدلا واسعا في البلاد وطرح تساؤلات تثير المخاوف على مستقبلها. فلماذا يترك الجيش الحدود الملتهبة على أكثر من جبهة ويسخر إمكاناته الضخمة في غير محلها؟ وهل تأمين المؤسسة العسكرية للامتحانات يوجه أولا طعنة في كفاءة وفعالية الأجهزة الأمنية المدنية ووزارة الداخلية، وثانيا انتكاسة للدولة المدنية التي يفخر بها رجالات بوتفليقة؟ وهل ولدت هذه الدولة ميتة أصلا، خاصة في ظل حالة الإفلاس المالي ما يحتم على المؤسسة العسكرية العودة مجددا إلى دورها المعهود، ليس بالتدخل في السياسة وصناعة الرؤساء والوزراء من خلف الستار فحسب، لكن أيضا بالإشراف على تنظيم البكالوريا وتوزيع قفة رمضان وغيرها من الشؤون المدنية الأخرى؟ اسمح لنا إن شاء الله بمحاربة كل يعني محاولة غش أو تلاعب على مستوى الإنترنت، خاصة باستعمال شبكات الإجتماعية. وبالإضافة إلى تدخل الجيش، عمدت السلطات إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لمنع تكرار عمليات تسريب أسئلة امتحان البكالوريا. وأثار هذا القرار انتقادات واسعة، فبالإضافة إلى أنه يؤثر على مستخدمي الأنترنت بشكل عام، رأت فيه منظمات وشخصيات حقوقية مساسا وتعديا على حرية التعبير، بينما منعت الشرطة الشيخ علي بن حاج نائب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الاحتجاج على هذه الخطوة واعتقاله من أمام وزارة الاتصال بالعاصمة. ويذهب البعض إلى أن عدم مقاومة هذا التعدي على الإنترنت سيشجع السلطات مستقبلا على حظره مرة ثانية وثالثة بحجة الحفاظ على الأمن العام، كما فعل من قبل نظام مبارك في مصر وبن علي في تونس والقذافي في ليبيا. وحسب مصادر إعلامية فقد فشلت السلطات المعنية في التحكم في الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطرها إلى استقدام خبراء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ليتأكد بما لا يدعو للشك أن الحكومة فشلت في كل شيء، من تنظيم امتحانات البكالوريا إلى توزيع قفة رمضان وقطع الإنترنت وتنظيف بالوعات المياه في الشوارع والطرقات. تقرير صابر أيوب لمناقشة هذا الموضوع. معنا في استوديو سيد قمين الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال. سيد قمين،
ما رأيك في حجب وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص الفيسبوك؟ اليوم الفيسبوك يعج بنكت وسخرية، يعني الجزائريون استطاعوا هم يلتفوا على حجب وهم الآن يرتضون وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، والبعض يضحك حتى ويسخر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي جمال على هذه الاستضافة، ورمضان كريم لك ولكل الجزائريين وكل مشاهدي المغاربية. في الحقيقة هذه الإجراءات تعتبر إجراء عقابي لكل الجزائريين، حتى الذين غير معنيين بشهادة البكالوريا أو بالإعادة فهم أيضا تعرضوا لهذا الحجب وتعرضوا لهذا الخنق في مجال استعمال الإنترنت، الذين هم طبعا مشتركين فيها ودفعوا أموالهم شهريا، اشتراكات شهرية أو غير ذلك، من أجل الحصول على خدمة الإنترنت كاملة غير منقوصة. ولكن هذا طارئ ربما وقع، هذا الطارئ هو أعتقد بأنه حل غير صحيح وغير ملائم، ربما لأن التسريبات هي المشكلة وليس الإنترنت هي المشكل، لأن هي محاولة لتحميل المسؤولية إلى التواصل الاجتماعي وإلى شبكات التواصل الاجتماعي. المسؤول عن التسريبات ليست الإنترنت، فنحن نعلم جيدا أن هناك تسريبات وقعت في تاريخ الجزائر، وخاصة في سنة 92 عندما سربت مواضيع البكالوريا على نطاق واسع، وعندما تعرض لها الوزير السابق علي بن محمد وقدم استقالته بسببها. فلذلك وفي ذلك الوقت لم تكن هناك لا إنترنت ولا فيسبوك ولا تويتر ولا غير ذلك. إذن المشكلة في التسريب، ويجب معالجة الأشياء من مصادرها ومن منابعها، لأن تعودنا وهذه السلطة تعودت وعودت الجزائريين على الالتفاف حول المشاكل الحقيقية وعلى محاولة إلهاء الرأي العام بمواضيع أخرى غير المواضيع الرئيسية، لأن القضية هي قضية تسريب، قضية خيانة أمانة. هناك من كانوا مؤتمنين على سر الامتحانات فسربوها الى الخارج، وانتقلتها الناس او انتقلها الناس عن طريق التواصل، عن طريق الانترنت ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي. فلذلك القضية ليست قضية انترنت وليست قضية حجب، ولكن القضية هي قضية تسريب في حد ذاته. والمشكلة هل هناك تسيب في 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 عملية إعداد المواضيع لشهادة البكالوريا؟ هل هناك تصفية حسابات سياسية بين أطراف متصارعة يحاولون الضغط بها بين طرفين، يحاول ضغط أو طرف يضغط بها على الطرف الآخر إلى غير ذلك؟ إذن الموضوع يجب أن نبحث عليه بجدية وفي مواقع أخرى غير مواقع الإنترنت. طيب، واللافت يعني هل هذا الإجراء في النهاية لم يمنع الجزائريين من بطبيعة الحال التواصل يعني عن طريق البروكسي كما تسمى؟ استعملوا البروكسي، وهذا يعني بعجالة البروكسي الناس استعملوا لما تريد أن تخفي حقيقتك أو تخفي ماهيتك في الإنترنت، فالناس استعمل البروكسي حتى يخفي الآي بي أدرس نتاعو المحلية، ويستعمل شيء آخر ينوب عنه في الإبحار في مجال الإنترنت. فلذلك الشباب الجزائري يعرف كيف يستعمل البروكسي العام هذا أو البابليك بروكسي، اللي هو منتشر بكثرة، مئات الآلاف من البروكسيات موجودة على الإنترنت، فقط تأخذ الآي بي أدرس من الإنترنت تضعها على الموقع وتتصرف بسهولة. هل وهذا يقودون يعني هذا بسهولة، هل ولكن هناك من ذهب مذهب يعني حمل الموضوع بعد آخر، هناك من ذهب إلى القول أنه ربما هذا تست، تجربة للسلطة تجرب، ربما إذا في المستقبل إذا عمدت إلى قطع هذه مثل ما حدث في تونس في عهد بن علي ولا في عهد القذافي ولا في عهد حسني مبارك، ما رأيك في هذا؟ هذا ممكن يكون هذا، ولكن نحن للأسف الشديد، نحن خاصة العرب والمجتمعات هذه التي ما زالت لم تتطلع إلى استعمال السليم لهذه التكنولوجيات الحديثة، للأسف الشديد دول كثيرة استطاعت أن تنهض باقتصادياتها من خلال الإنترنت ومن خلال التكنولوجيات الحديثة، ولكن للأسف في بلداننا ما زلنا نستعمل هذه التقنيات الحديثة التي من المفروض هي عامل إضافي لاقتصادنا، عامل إضافي في مجال التعليم، في مجال البحث، نستعملها لكبح
التطور ولمحاولة خنق الحريات وخنق المناضلين السياسيين الذين يعطون رأي آخر، لا شيء يعطونه إلا أنهم يخالفون الرأي ولهم طريقة أخرى وينظرون إلى المشكلة من زاوية أخرى. فمن المفروض أن هذه الحكومات تتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة الحديثة بإيجابية وتحاول أن تنشرها في المجتمع بطريقة سميلة وتستغلها استغلال عقلاني يعود بالفائدة على طلبة العلم ويعود على السياسيين وعلى الاقتصاد وغير ذلك. بينما للأسف نحن نعرف كما تفضلت لو تسمح لي أن هذه شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار لهيب الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي، فربما يحاولون الآن استباق الأحداث وإيجاد تجربة، ولكن أنا أعتقد بكل صراحة أعتقد أنه إجراء خاطئ في غير موقعه. القضية هي قضية تسريب، لأن لو قدر الله، يعني بالمناسبة نتمنى كل النجاح لأبنائنا التلاميذ الذين يعيدون البكالوريا اليوم، ونتمنى أن لا يحدث تسريب آخر، لأن الأمر سوف يضر بالجزائر ويضر بالمنظومة التربوية الجزائرية ويضر أيضا بمصداقية الشهادة الجزائرية عند الجامعات الأجنبية. يبقى معنا سيد القمين، انضم إلينا الآن في النقاش عبر الهاتف من فرنسا هشام عبود الضابط السابق. هشام عبود، ما رأيك في إشراك الجيش في جر الجيش إلى الإشراف على البكالوريا كذلك، إلى جانب ما اعتبر محاولة فاشلة لحجب مواقع التواصل الاجتماعي؟ هشام عبود؟ نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما سمعت مليح. كنت أسألك ما رأيك في جر الجيش لأن يشرف على البكالوريا على لكي لا تتسرب الأسئلة؟ والله أولا هذا المشكل تاع البكالوريا وتعالى قلنا أنه النظام الذي عجز على تسيير دورة امتحان بكالوريا، هذا نظام عاجز على تسيير شؤون دولة. أنك تأتي بمؤسسة عسكرية وبجهاز المخابرات لأنه العملية تتم في جهة سكنة الرحال ببوزريعة، من هناك يتم الإشراف على متابعة امتحان البكالوريا من طرف، شوف وين وصلت هذه الرحال، شو كان يسمع بها في بوزريعة تاع لا تلكي والتلكي تاع لي زيكوت تاع لا منها، راهم زعما يعسوا في لي ريزو سوسيو المواقع الاجتماعيه والتليفونات ومجندينهم خدمتهم. المفروض راهم يكافحوا في الجوسسه ويكافحوا في الاجهزه الاجنبيه اللي راهي متوغله في الجزائر، يكافحوا جاي ولاو يعسوا لي في مراكز الامتحانات تاع البكالوريا. عيب هذا انك توظف جهاز مخابرات وتوظف مؤسسة عسكرية لامتحان بكالوريا تاع شباب ما يسمعوش خلاص بموضوع الموضوع هذا تاع الامن والمخابرات وليزيكوت، ما يسمعوش به الشباب هذايا. هذا يدل على عجز هذا النظام على تكوين دورة تاع امتحانات ودورة تاع هذا عجز النظام، هذا نظام فاشل. طيب ما أنت كنت محرر في مجلة الجيش، مجلة الجيش هذا لعدة شهر جوان كما تنقل وسائل الإعلام الجزائرية، تؤكد في عددها الأخير مرة أخرى الحديث عن ضرورة حماية الجزائر وهناك خطوط حمر لا يجب السماح أبدا بتخطيها. يتزامن هذا مع إشراف الجيش على موضوع البكالوريا وكذلك حول هذا المشروع، مشروع قانون الذي يعتبره البعض من العسكريين المتقاعدين انه يريد اسكاتهم، فيما تقول السلطه انه بالعكس لا، هو فقط يؤكد على واجب التحفظ. شوف انا مؤهل وعندي شرعيه باش نتكلم على مجله الجيش باعتباري كنت رئيس تحرير على هذه المجلة من سنة 1979 لما التحقت بالمؤسسة العسكرية
بعد تخرجي من مدرسة الضباط الاحتياط بالبوليدة، وصرت على المنزلة كرئيس تحرير من 79 إلى غاية 1986. لما كنت نشرف عليها كرئيس، كنت أصغر رئيس تحرير في الجزائر، كان سني 24 سنة، والحمد لله حصلت على المنصب هذا بكفاءتي، لا معرفة ما عندي، لا عم لا خال لا جد لا حتى واحد في المؤسسة العسكرية. وذلك الوقت بعد مدة المجلة أخذت واحد الشوط، قطعة شوط كبير، وصارت يعني أخذت مكانة في وسط على الساحة الإعلامية، ولكن مع منتصف الثمانينات بدأت ضغوطات على المجلة، لأن المجلة كانت فيها حرية التعبير بشهادة الشباب الصحفيين اللي يؤديوا الخدمة الوطنية في مجلس الجيش، ويجيوا من المجاهد ومن جريدة الشعب، جريدة الجمهورية، من الإذاعة وكذا، وكثير يعني كانوا كل الصحفيين الجزائريين مروا على مجلس الجيش لأداء الخدمة الوطنية لمدة 18 شهر. بعد ما لاحظت الضغوطات التي مورست على المجلة وعلى شخصي باعتبار أن كنت رئيس تحريرها، قدمت تقرير إلى الجنرال بلوصيف بصفته أمين عام لوزارة الدفاع الوطني، وطلبت فيه أن تحجب المجلة من السوق وأن تصبح نشرية داخلية للجيش، وأن تكف عن التعليق وتكف عن التعامل مع المجال السياسي، وأن لا تتكلم في السياسة، لأنه أصبحت يعني القيادة العسكرية منزعجة منها. طيب. منزعجة من مجلس الجيش. طيب. وفي ذلك الوقت قال كفى، ما بقاش تتكلم في السياسة المجلة هذه. اليوم المجلة هذه ولا تتكلم في السياسة وتهدد وتتكلم يعني بواحد اللغة اللي ما عرفناهاش. أكيد أنه الناس اللي راهم يسهرين ويشرفوا على المجلة ماشي جاي منهم الكلام هذا، جاي من جهة أخرى. ونقول لمن يهدد مع تاريخ مجلس الجيش أن المؤسسة العسكرية دورها ليس التهديد وإنما الطمأنينة، إدخال الطمأنينة في نفوس الجزائريين. المؤسسة العسكرية لا ليست مؤسسة قمعية، جهاز الشرطة يقدر يكون جهاز قمعي، أما الجيش خاصة أنه نابع من صلب الشعب الجزائري، والمؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي الوحيد في تاريخ البشرية الذي لم يكون يعني لتحرير بلاده، وإنما الجزائر هي البلد الوحيد الذي أعلن حرب على رابع قوة عالمية بجيش مكون من الشعب، من المواطنين البسطاء من مختلف الشرائح الاجتماعية. لن يتخرجوا هؤلاء العسكريين من مدارس حربية ولا من كليات. ولكن هل هذا هو الواقع الآن هشام عبود؟ للأسف تغيرت الأمور. لما أنا التحقت بالمؤسسة العسكرية وفي السبعينيات ومطلع الثمانينيات كان يحقق في كل فرد يريد الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، وكانت مفتوحة لكل أبناء الشعب. هشام عبود الوقت يضغط علينا فقط، أنا حب نربح الوقت معك. يعني ما رأيك لماذا هذه الافتتاحيات؟ هذه ليست الافتتاحية الأولى، والآن الحديث كذلك يتزامن، ونفس الافتتاحية تتحدث عن موضوع ما يسمى بحق التحفظ أو كما يسمى، أو في مقابل العسكريين السابقين يعتبرونه بأنه ربما إسكات، يراد منه إسكاته. لا، هذه أنا كنت كلمت فيها، وهذه فكرة جات أملية على القايد صالح من طرف الرئيس الحقيقي الفعلي للجزائر، أملية عليه، والناس دايرين بالقايد صالح، ما كانش واحد كانت عنده الشجاعة يقول له
هذا ما يصحش، لأن الجيش الجزائري أولا كانت فيه محافظة سياسية، والمحافظة السياسية هذه أنا انتميت لها، وأنا لما دخلت كلية شرشال ما عملتش تكوين عسكري، عملت تكوين سياسي، واليوم ما عنديش شهادة عسكرية، عندي شهادة تكوين سياسي من كلية شرشال، من أكاديمية شرشال، وبالتالي العسكري ما الجزائري ماهوش مقسم السياسة، هذا من جهة. وخاصة بالنسبة للمتقاعدين عند عمرنا ما طرح مشكل تاع واجب التحفظ، لأنه ولا عسكري يتكلم على الشيء اللي عاش واللي جابه بداخل مستوى اللي يعتبر سر المؤسسة أو سر الدولة، ولا واحد. أنا من 92 ملي خرجت من المؤسسة العسكرية وأنا نكتب أنا ناقد في النظام، ناقد في النظام، لا عمري ما تكلمت على شيء. طيب هل ولكن هناك من تكلم، البعض ربطه بحسين بن حديد الذي ما زال مسجونا، ربطه بتصريحات بما كشفه حسين بن حديد، يعني انت تذكر معلومات قالها في مغرب ايمرجون عندما اتهم بشكل صريح رقم 2 في المخابرات سابقا الجنرال عماري بانه يحرك جماعات اسلاميه مسلحه في الغرب في بلعباس بن شيحه وغيره من الجيه، وايضا ما كشفه حتى المغاربيه عن ظروف المغاربيه عن ظروف وملابسات وقف المسار الانتخاب. هذا هو بيت القصيد، بيت القصيد هو جنرال بن حديد، جنرال بن حديد لم يكشف سر، لم يكشف، وانما ادانا، لانه الشيء الذي تم العمل به شيء لابد من ادانه به ولا يعتبر سر. اسرار الجزائر موجوده عند المخابرات الفرنسيه، ومن اعطاها المخابرات الفرنسيه هو عبد الله بوتفليقه وعائلته وشقيقه السعيد. لما انت تدي رئيس دوله تاعك تديه يعالج في فرنسا، والاطباء الجزائريين والمخابرات الجزائريه ما عندهاش الملف تاعو، وانما المخابرات الفرنسيه اللي عندها الملف تاعو، لما تبعثوا ليزانفاليد ويجي يجمع بيه بقايد صالح بالوزير الاول في مقر عسكري فرنسي وتتكلم عن اسرار، ما بقاش اسرار للجزائر. الجزائر لم يبقى لها سر دوله منذ ان ذهب بوتفليقه يعالج في مستشفى الفاردغراس، ومنذ ان استقبل في معهد الزنبانيد قائد الاركان والوزير الاول في مقر عسكري، وبالتالي انتهى موضوع سريه الدوله. طيب سؤال اخير هشام عبود، هل الامر مرتبط كذلك بترتيبات ما بعد بوتفليقه؟ حتى هناك من ذهب ربما حتى اليوم موضوع تجريب حجب مواقع التواصل الاجتماعي ربما مرتبط باي تطورات كذلك، هل انت من هذا الراي ام هذا الكلام مبالغ فيه؟ لا ماهوش مبالغ فيه، لانه اليوم نظام في وضع جد سيء، نظام اللي كان يستعمل الرشوه والقمع باش يدجن الشعب، الرشوه راحت له، لا كاروت مشات، قالوا لو باتون، ولو باتون يفينيغا باغ سو كاسي، العصا تضرب بها حتى تتكسر، لما تكسر لك العصا ما عندكش انت الجزاره. باش راح تواجه الشعب، راهم قاعدين يرتبوا، قاعدين يرتبوا باش يفتحوا المجال ليهم باش يخرجوا في الحكم، ولكنهم يتجاهلون المقوله اللي تقول لك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. شكرا جزيلا لك هشام عبود ضابط سابق كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا، شكرا جزيلا لك وصحف ترك. صادق امين اعود اليك، لو دامت لك لما بقيت لو ما وصلت إليك، ما وصلت إليك كمان. اللافت أن الأمور تتغير فعلا يعني، ولكن خاصة في موضوع الإنترنت، يعني الجزائر بين بلدان آخر بلدان ما زال موضوع 3G وليس منتشرا في كل الجزائر، فيما بلدان متخلفة متأخرة كما تسمى فقيرة يعني عندها 4G مثلا وليست لها إشكال مع هذه الرهبة مع الفيسبوك ومع التكنولوجيات عموما. صحيح كما قلت لك يعني وقعت تسريبات في 92 وما كانش انترنت، يعني لا علاقه للانترنت بالتسريبات، عندما تكون يعني بيتك محفوظا ومؤمنا فلا تخاف من الانترنت ولا تخاف من اي شيء اخر، فالانفتاح هو الاصل وليس الانغلاق هو الاصل، فلذلك عمليه تدخل الجيش او المخابرات في الاشراف على الانتخابات
نحن نعرف بان الجيش البكالوريا عفوا البكالوريا وليس انتخابات، ربما سوف تشرع الانتخابات مستقبلا. نحن نعلم بأن الجيوش تتدخل في الكوارث الطبيعية عندما تحل طامة كبرى ببلد معين أو بشعب معين، فتلجأ هذه الدول إلى الاستعانة بجيوشها من أجل مساعدة المواطنين. وحتى الجيش الوطني الشعبي كانت له مواقف مشرفة في مساعدة الجزائريين في مثلا محنة زلزال الذي ضرب الشلف، وحتى في الزلزال الأخير أيضا عندما تساقطت الثلوج بكثرة وعزلت قرى تدخل الجيش وأوصل المؤونة إلى المواطنين المعزولين. فنفس الشيء هنا في بريطانيا أيضا عندما وقعت فيضانات في الجنوب الغربي لبريطانيا أيضا تدخلت الجيش. ولكن الجزائر هناك يحمل حديث الجزائر في حالة خاصة، الجيش وموقعه. يعني هناك مقولة مشهورة لمحمد حربي يقول أنه ربما كل شعوب العالم الدول هي التي خلقت جيوشها وأنشأت جيوشها. في الحالة الجزائرية ربما الجزائر دولة خاصة، الجيش هو الذي صنع دولته عمليا بعد الاستعمار. كما كان يقول هشام عبود ببدأ بكلمة طيبة، هو قال لك بدينا الثورة المباركة ثورة أول نوفمبر وكان ما عندناش جيش. الثورة المباركة ثورة أول نوفمبر هي اللي كونت الجيش، لما استقلينا استقلينا بجيش فيه عيوب فيه نقائص، ولكن الشعب الجيش الوطني الشعبي نابع من الجيش وهذا هو دوره ويجب الحفاظ عليه، ولا مجال آخر للحديث عن الجيش الوطني الشعبي كجيش وكمؤسسة لتحافظ على البلد. المشكلة هو في الإساءة استعماله. لماذا كل مرة عندما يفشل التقنيين والوزراء يذهبون إلى الاستعانة بالجيش؟ هاي القضية وهذا هو السؤال المطروح، لأن كما قلت لك الجيوش يستعان بها فقط في الحالات الاضطرارية وفي الكوارث الطبيعية. هل الحكومة الآن أعلنت بأن ما حصل للبكالوريا هي كارثة؟ إذا أقرت الحكومة بأن ما وقع من تسريبات وما وقع من خيانة في البكالوريا هو كارثة، فلذلك عليها تصالح الجزائريين وتقول أنا استعدت بالجيش أو استعنت بالجيش لأنها وقعت كارثة. ابقى معنا سيد خامين. ينضم إلينا الآن بالأحرى عبر الهاتف من الجزائر فيصل مطاوي الكاتب الصحفي. فيصل مطاوي، ما رأيك حجب الفيسبوك والجيش لمنع الغش؟ طبعا هذا خطا فادح من قبل الحكومه وقبل السلطات، لانك كما كان يقول الاستاذ قبلي عام 92 عندما كانت التسريبات الكبرى للبكالوريا ولازمنا نعرف لا نعرف الى حد اللحظه ماذا حدث بالضبط في 92، لم تكن هناك انترنت، وبالتالي التسريبات لا تاتي من الانترنت بل تاتي من داخل المنظومه التربويه ذاتها، يعني لان المواضيع لم تخرج هكذا من أسف. يبدو أننا فقدنا فيصل مطاوي، سيحاول الزملاء العودة إليه. من الجزائر انضم إلينا الآن حسن عريبي النائب عن جبهة العدالة والتنمية. حسن عريبي، ربما تنورنا أنت لأنك ضمن لجنة الدفاع في البرلمان الجزائري، وعرض كما تنقل الصحف الجزائرية عليكم في جلسة خاصة مشروع يؤكد ضرورة تحفظ العسكريين السابقين، فيما جزء من هؤلاء يتخوف أنه المراد منه هو إسكاتهم. لو وضعتنا في صورة هذا المشروع بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذا المشروع يهدف إلى ثلاث عناصر أساسية في نظر الجميع، وحقيقة عندما تقدم الأخ العقيد بعرض المشروع وعرض الأسباب، أعضاء الكثير من أعضاء اللجنة تحفظت على المشروع وفهمنا مثل ما فهمت أن العنصر من الجيش الوطني أو ضابط يبقى 30 سنة أو 35 سنة وهو تحت الانضباط، وعندما يكمل يخرج نفس الشيء يبقى يعني في نفس الانضباط، وهذا يعني طمع للحريات المدنية والسياسية بالنسبة لعنصر الجيش الذي يكمل الخدمة ويريد أن يلتحق بحزب أو يؤسس حزب أو يكون عضو برلمان أو عضو مجلس أمة أو في أي مجال من المجالات المحلية. ذلك طرحت أنا هذا السؤال وقلت أن كيف لرجل يبقى 30 عاما ثم يخرج ويلقى نفسه تحت الانضباط؟ فرد علي العقيد قائلا هذا المشروع يهدف إلى ثلاثة عناصر. أولا عنصر الجيش، عنصر الضابط حينما يخرج من الجيش يجب أن يكون منضبطا في ثلاثة عناصر أساسية، وهو عدم المساس
بوحدة الجيش الوطني الشعبي وعدم المساس كذلك بالوحدة الترابية وعدم المساس بوحدة الشعب الجزائري. فاتفقت اللجنة لجنة الدفاع الوطني وقالت هذه العناصر الثلاثة الذي ذكرت العقيد يجب أن تثبت في النصوص التطبيقية التي يكون في المشروع النهائي. ونحن ننتظر المشروع النهائي وستكون هذه العناصر الأساسية مثبتة في هذا المشروع ولا يمكن أن تكون هناك قمع للحريات ما دام هذا المشروع يهدف إلى أمور راسخة وثابتة وعامة بل هي من مصلحة الشعب الجزائري. طيب في اعتقادك هل من المراد من هذا المشروع؟ هل أنت هناك من له نظرية تقول ربما أنه أحد المستهدفين الكبار هو ربما الجنرال توفيق والحملة التي يتعرض عليها؟ ربما البعض يقول أنه لن يسكت إذا استمرت هكذا ولهذا جاء هذا المشروع. هل أنت من هذه النظرية أم نظرية مبالغ فيها؟ لا مبالغ فيها، لأن طرح هذا المشروع وقلنا هذا المشروع قد يهدف إلى بعض ضباط التأمين الذين تم العقد نتاعهم انتهى وهم الآن يعني في الخدمة المدنية، وعلى غرار الجنرال بن حديد الذي هو في السجن وكذلك الأشخاص الذين ذكرتهم، فقالوا بأن هذا الأمر لا يهدف إلى هذا الشيء إطلاقا. والهدف من هذا المشروع العناصر الثلاثة التي ذكرتها لكم. طيب أنت من الذين قادوا حملة للمطالبة بإقالة من غبريط، ولكن من غبريط يبدو أنه بالعكس أنها تلقى دعما سلطويا ومن الجيش كذلك، والآن الجيش يتدخل للإشراف على البكالوريا. وكنت ربما كان هناك لقاء ربما شفت حتى الصورة بين غبريط ومن خلف توفيق طرطاق. صحيح، بن غبريط أعتقد أن هناك حتى ضغوطات أجنبية هي من أثرت على مصدر القرار في قضية مسارها في وزارة التربية، ولذلك نحن ندين هذه الأشياء كلها ولا زلنا نطالب بإقالتها لأنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة وزارة التربية من خلال تصرفاتها والمس بالثوابت والقيم الوطنية، ومن ثم نحن لا زلنا نطالب بإقالتها. طيب. ولن تتوقف حتى تقال. ولكن هناك من يرى بأنه هذا فقط استهداف منكم خاصة من الإسلاميين، وأنت من حزب إسلامي، وتربص ببن غبريط من منطلق إيديولوجي، وأنه بن غبريط ليست مسؤولة لا هي عن إن كان هناك تسريب فربما كانت مؤامرة. ذهب حتى البعض ويحيى قال بأنه ربما إسلاميين هم من وراءها لضرب بن غبريط. لا ابدا، نحن لا نحن لسنا عندنا مع السيده بن غبريط امور شخصيه حتى نصفي معها حساباتنا السياسيه. هي دارت اخطاء وهذه الاخطاء جد خطيره، ومن ثم نحن تحركنا. اما ما ذكرت على ايحيى، فايحيى هي تمثل الايديولوجيه اللائكيه العلمانيه المتطرفه التي يؤمن بها ويحيى وأمثاله، وهذا ما دفعه أن يقف معها وأن يتهمها. أما نحن سندافع على القيم والثوابت الوطنية التي يؤمن بها الشعب الجزائري. شكرا لك حسن عريبي النائب عن جبهة العدالة والتنمية، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. عاد إلينا فيصل مطاوي. فيصل مطاوي تفضل بإكمال فكرتك. يبدو فقدنا فيصل مطاوي مرة أخرى. صادق أمين أعود إليك، ما رأيك، ما تعليقك يعني؟ والجدل يعني يأخذ بعد تقني في موضوع حجب وسائل التواصل الاجتماعي، هناك بعد سياسي، هناك بعد أيديولوجي، ولكن هناك من يقول ربما في الصورة الأكبر بعد حكاية متعلقة بمنظومة وفشل منظومة حكم وتلعب فقط، يعني قد تلعب بالإسلاميين نفس ربما الديراس هذه البعبع الذي ما زال يتم الحديث عنه، تتلاعب بين ايديولوجيا بين الاسلاميين وبما يسمون العلمانيين،
يعني نعم. بنماذج وحالات منذ وقف المسار الانتخابي. مشكلة الجزائر اليوم بكل صراحة هي مشكلة كفاءة ومشكلة ثقة ومشكلة مسؤولية. الوطنية عند الكثير من الجزائريين وخاصة من المسؤولين أصبحت غير موجودة للأسف الشديد. مسألة هذه الباكالوريا هي مسألة وطنية، يعني كل جزائري غيور على وطنه على بلده يجب عليه أن يؤمن هذه الشهادة لأنها سمعة الجزائر. بالنسبة للقول بأن الجيش الوطني الشعبي ربما يدعم سيد بن غبري، لا أعتقد ذلك. الجيش الوطني الشعبي يريد أن ينقذ ما يمكن إنقاذه، لأن هذه الشهادة تخص تقريبا مليون جزائري، مليون من أبنائنا، من مستقبل الجزائر. هؤلاء الشباب هم مستقبل الجزائر، فلذلك على الجميع أن يتكاتف جهودهم من أجل إنجاح الشهادة بغض النظر عن الأخطاء اللي قامت بها هذه الوزيرة أو غيرها. عندما نؤمن وتمر هذه المرحلة وتنجز الامتحانات في ظروف طبيعية ويأخذ التلاميذ حقهم، فبعد ذلك لكل حادث حديث. أعتقد ربما التغيير الحكومي الأخير، أنا أعتقد وأنا أحاول أن أقرأه من ناحية إيجابية، ربما لم تقل الوزيرة فقط حتى يحافظوا على الاستقرار لإنهاء عملية إجراء الانتخاب، عفوا شهادة البكالوريا. وبعد ذلك أكيد أعتقد بأن هذه الوزيرة يجب أن تمشي، يجب أن ترحل، لأن أخلاقيا هي المسؤولة عن الفشل الذريع الذي أصاب المنظومة التربوية، ليس فقط في تنظيم هذه الشهادة ولكن أيضا في الطرق العجيبة الغريبة التي أرادت أن تفرضها على المنظومة التربوية. عاد إلينا فيصل مطاوي. فيصل مطاوي أرجو أنك تسمعنا، تفضل بإكمال فكرتك عن حجب الفيسبوك وعن الجيش لمنع الغش في الجزائر. نعم، أنا كنت أقول ما دخل الجيش في تأمين البكالوريا، إذا كانت هناك مصالح أمن موجودة، هناك درك وطني، هناك مصالح الشرطة، هناك المخابرات وغيرها من المصالح، إذا كان هذه المصالح موجودة وتؤمن الجيش، يعني منذ استقرار الجزائر تقريبا، يعني لماذا يتدخل الجيش؟ أعتقد أن هناك ما ثمة من يريد أن يعطي للجيش دور سياسي أكبر، بحكم أن الآن قيل أن هناك دستور وتعديل الدستور وتغيير وتمديد الدولة وإلى غير ذلك، ولكن كان هناك داخل الجيش هناك عملية اتصال لوبيراسيون دو كومونيكاسيون، يراد منها القول أن الجيش له دور ويجب أن يحسب في أي حساب يتدخل في كل شيء حتى في البكالوريا. الآن علينا أن نفكر لماذا الغش في البكالوريا؟ من هو المسؤول على تسريب المواضيع؟ ولماذا؟ هل هناك عملية سياسية؟ هل هناك عملية يعني تصفية حسابات مع الوزيرة أم مع الحكومة؟ من سرب الموضع؟ لحد الآن هناك قيل أن هناك توقيف بعض الأشخاص أمام العدالة، فعلى العدالة تقوم بدورها وتكشف الحقيقة، لأن الحقيقة الآن غير موجودة حول هذا الموضوع. يبقى موضوع التربية وموضوع البكالوريا، فلماذا نبقى دائما نتبع في النظام الفرنسي نظام البكالوريا، وفي كل مرة مشاكل، وفي كل مرة ميزانية كبيرة، وفي كل مرة تأمين، وفي كل مرة فضائح؟ فلماذا لا نغير المنظومة التربوية في تنظيمات أخرى، في تنظيمات أخرى وما هو موجود في بقاع الدنيا؟ فلماذا نبقى دائما في نفس النظام وفي نفس المشاكل؟ هذه أسئلة طبعا الوزيرة بن غبري تجيب عليها، لأنها هي تريد اتباع النظام الفرنسي بكل حذافيره. نظام يعني هل فرنسا دائما تلقي بدلالها في الموضوع في اعتقادك؟ يعني ما زالت هذه فرنسا دائما، ام انه ربما يعني مشجب دائما يعلق عليه نقاش سياسي والايديولوجي في الجزائر؟ لا، هناك عقدة يا جمال، هناك عقدة واضحة من النظام الفرنسي، فكل مرة يذكرون فرنسا في النظام الاقتصادي، في النظام المصرفي، في النظام التربوي، في النظام الجامعي، يعني في كل شيء، حتى في الدستور، حتى في تنظيم الدولة، يعني كأننا لم ننسلخ بعد أو لم نبتعد بعد على هذه فكرة الفكرة الفرنسي في تنظيم الدولة وفي تنظيم أمور الدولة. لكن موضوع البكالوريا أعتقد علينا أن نطرح السؤال في موضوع في إصلاح المنظومة التربية بالذات. تذكر جمال، وكنت قلت هذا في المغرب، قبل البكالوريا كان تقول بن غبري حذاري من الغش، حذاري من الغش، كأنها كانت تحضر الرأي العام لشيء سيقع. يعني لماذا لم نسمع قبل حتى مع بن بوزيد الوزير يتحدث عن الغش قبل البكالوريا، وكأن هناك تحضير للأمر أمر ما، وهناك محاولة لتحويل الأنظار على شيء ما موجود في الجزائر. وبالتالي فنتساءل، هل هناك بالفعل تسريبات للناس تريد تصفية حسابات، من الأمر مدبر تدبيرا محكما حتى ندخل في متاهات أخرى وندخل في نقاشات أخرى بعيدا عن النقاشات الأساسية وهي انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد والوضع السياسي المتأزم كذلك؟ طيب، الوضع السياسي في البلاد، ولكن
ظلال الجيش ما زالت، الجيش ما زال يلقي بظلاله في البلاد، أليس كذلك؟ أما في كل شيء تلاحظ أن الجنرال أحمد صلاح هو نائب وزير الدفاع، وبالنسبة هو قائد الأركان ونائب وزير الدفاع، يعني كان الجيش يمارس سياسة في الحكومة، يعني نائب وزير الدفاع يجلس في مجلس الوزراء، يعني تقريبا يطلع في نشرات الأخبار التلفزيون الرسمي يوميا ببيانات يومية، في كل يوم هناك بيان الجيش يقوم بمحاربة الإرهاب، هذا معروف أن الجيش يقارب الإرهاب ويحارب الجماعات المسلحة ويحارب يعني تحريب الأسلحة لغير ذلك، ولكن الجيش يريد أن يهيمن بشكل او باخر عن الحياه السياسيه، كاننا لا نريد الابتعاد على موضوع تمدين الدوله، كان هناك البعض في الجيش من يرفض فكره هذه العوده او تمدين الدوله، يعني الابتعاد عن ادخال الجيش في السياسه، حتى تسميه الاكاديميه العسكريه لشرشان باسم هوالي بومدين وهو الذي عسكر الدوله منذ 65 ومنذ الانقلاب العسكري له رمز كذلك، التسميه هذه كانت في اخر مره عندما زار طيب صالح الفريق الاكاديميه في شرشان. لكن لافت انه ياتي هذا في ظل الحديث عن الدوله المدنيه وسعداني الذي يحسب عن قائد هركان الجيش، وهناك نظريه صحيفه الوطن تساءلت طرحت فرضيه انه ربما لما لا القائد صالح يرى نفسه بديلا لبوتفليقه، يعني هل في ظل هذه المعطيات كلها هل يمكن، هل هناك تداخل ما في الموضوع فيصل المطاوي، ام تلاقي ما، ام ماذا، ام كلام ربما سيناريوهات مبالغ فيها؟ لا ممكن يا جمال، ممكن احمد قيس صالح يريد ان يرى نفسه سيسي الجزائر، عبد الفتاح السيسي، يعني هناك من يحلم في المنطقه العربيه بعوده الجيوش الى السياسه وبتدجيش الجيش باسم محاربه الارهاب وباسم النظريه الامنيه الثابته والمتواصله وباسم ذلك من الشعارات. نعم هذا اعتقد ان الجيش مهيمن بشكل او باخر عن طريق الاتصال الجديد، لان كل وسائل الاتصال الان تستعمل في اعطاء صوره عن الجيش، هل الجيش بحاجه الى هذا؟ لا، لأن هناك أمر ما، هناك تحت ذريعة تمديد الدولة والغطاء غطاء الدولة المدنية، هناك من يريد للجيش أن يعود بشكل آخر بحكم أن الحدود مهددة وأن الأمور اقتصادية صعبة وأن غير ذلك، وأن السياسيين قد فشلوا، نظرية فشل السياسيين نظرية دائما باقية في الجزائر في نظر العسكر. نعم أعتقد هناك شيء يخطط، لا يمكن كل هذه الأمور تحدث هكذا يعني متواترة ومتواصلة. يعني سعيد بوتفليقة فوس بيست ربما مثلا؟ نعم لم افهم السؤال. هل سعيد بوتفليقه والحديث عن دور وثقل سعيد بوتفليقه ان فوس بيست ربما؟ اعتقد جميل. نعم اعتقد ان يقال ان سعيد بوتفليقه ربما في مرض منذ بعض الاسابيع، واعتقد هناك نحن ندخل في صراعات بين احد الاجنحه وليس جناحان، لان البعض يعتقد ان هناك جناح الرئاسه وجناح الجيش وجناح قائد الاركان قائد المخابرات السابق لغير ذلك، اعتقد هناك عده اجنحه وهناك قطار او عده قطارات بعضهم يغطي الاخر تحذيرا لما قد يحدث فيما بعد. شكرا جزيلا لك فيصل المطاوي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ما تعليقك، ما رايك سيد قم؟ اعتقد يعني نضيف للاخ فيصل واش كان يقول، الجيوش يعني لو ننظر الى التاريخ او العشريه هذه الاخيره في الدول العربيه اللي هي المحيطه بنا، الدول التي بقت محافظه على وجودها هي فقط التي جيوشها ما زالت قائمه. تونس بقيت قائمه لأن الجيش التونسي بقي موجودا، ولكن لأن الجيش لم يتدخل في السياسة تقليديا يعني، ولكن الجيش موجود، الدولة موجودة. اليمن الجيش انقسم والرئيس السابق أخذ جزءا من الجيش معه، دخلت البلد في حرب أهلية. في أوطاننا العربية للأسف الشديد الحامي الوحيد لكيانات الأمة العربية وللدول العربية هي الجيوش العربية، شئنا أم أبينا للأسف الشديد. ابقى معنا سيد قمين. انضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجبهه الاسلاميه للانقاذ. الشيخ علي بالحاج، انت احتجازا على حجب مواقع التواصل الاجتماعي ذهبت للاحتجاج امام الوزاره واعتقلت لساعات قبل ان يطلق سراحك، لماذا الاحتجاج على اجراء تقول الحكومه انه لمنع تسريب الاسئله وللغش وفي النهايه حتى الكثير من الجزائريين استطاعوا من الالتفاف عليه؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولضيوفك الكرام وللنظارة والمشاهدين. وعليكم السلام. للأسف الشديد نحن في دولة بوليسية. دولة بوليسية قمعية. هذه الدولة البوليسية القمعية سوف
يعني سوف تودي بالبلاد إلى المهالك والمعاقب. وبالنسبة إلى قضية الاحتجاج، أنا ذهبت إلى القبة لمركز الاتصالات فقلت يعني لماذا تقطعون الانترنت على المواطنين، ورغم أن هناك قوانين تضبط هذه الأشياء، وعلى الأقل لابد يكون هنالك تعويض، ولابد أن تكون الرقابة في البكالوريا موضوعية. الآن قديما كانت الجراحة يعني إذا أراد الطبيب أن يقوم بعملية جراحية فإنه يخذر الجسم كله، لأن عندنا جراحة موضعية لا أكثر ولا أقل، بينما نحن في الجزائر هكذا نحيو يعني الانترنت على 48 ولاية، وأيضا الناس عندهم اشتراكات ودفعوا أموال يعني من أجل نصف مليون. أنا يعني في الحقيقة ألغي حق 16 مليون عندهم اشتراك، هذا ظلم وحيف. أنا لما دخلت للوزارة وقف لي رجال الشرطة وقلت أنا بكل صراحة، قالوا لأن حتى لا يغشوا في البكالوريا، قلت إعادة البكالوريا تفاديا للغش هذا شيء جميل نحن، لكن هنالك غش في الرئاسة، إذا لابد أن نعيد الرئاسة وأن نعيد